متجددا مع فقره الصحه مع الدكتوره عائشه يونس بخميني. اهلا وسهلا عائشه يونس. اهلا وسهلا بكم. صيدلانيه انت دكتوره؟ صيدلانيه. بحب صيدلانيه اكثر من دكتوره صيدلانيه، بتحسها طويله شويه. طيب صيدلانيه. صيدلانيه ايوه. احنا هنا في المجتمع التشادي عندنا عشوائيه في تناول الدواء. برايك انت مثلا زول تخيلي مرضان ويمشي ياخذ دواء من سواء من دكتور شكولة من الصيدلية كده بس، أو من جارة من راسه جارة مش للدكتور أنطي علاج يجي يشيله، يجي يشيله يكلم لي يقول لي الدواء ده نفع معي، نفع معي يشيله فيشيله. صحيح. فشنو الخطورة اللي بسببها الشيء ده؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على الاستضافة دي، وإن شاء الله نفود الناس حتى لو بجملة بسيطة كلها. إحنا في جهات أول شيء حتى ما هي يعني الدواء شنو إحنا ما بنعرفه. أول شيء الدواء تعريف العلم الأكاديمي، الدواء هو عبارة عن سم يدخل السم في جرعة موزونة يدخل جسم الإنسان لعلاج مرض ما، منشان كده الدواء بيكون عنده علاج وفي نفس الوقت بيكون عنده أعراض جانبية. يعني بعض في أدوية مثل مسكنات القلب لما تشيلها بتسبب لك حموضة لأنها من ضمن أعراضها الجانبية. فلما نعرف إن الدواء سم نفهمه إنه هو خطير، لكن إحنا الشيء ده المواطن التشادي شوية ما مدرك ليه، وفي نفس الوقت كل قلة الأشياء دي ما موجودة في الساحة الإعلامية في وإحنا تشادين إحنا الشعب التشادي بصفة عامة كي ما بنقرأ جورنال كتير، فالشيء دي ما معلومات موجودة عندنا. فمثلا المريض التشادي صعب يقتنع إنه يمشي للدكتور لما يحس بشغل، لا هو حس مرض ده حسيت بحرارة، حين حرارة ينبالي أمشي البارستامول خلاص، لا الكلام ده ما صحي. يعني في الصيدلية في أدوية تعطى بلا من دون وصفة طبية لكن لفترة زمنية لا تتعدى 3 أيام. لو مثلا أنت عندك حرارة شلت دواء ومدة 3 أيام الحرارة دي مستمرة اللي تمشي للدكتور، والدكتور هو بشخص الحالة على حسب التحليل، بعد التحليل بنطيك العلاج المناسب. لكن المريض التشادي أنت مشيت أخو مرضان مشى وعنده نفس الأعراض بيجي بيقول لك لا الدواء ده شلته عالجني، أنت كل شيء لا. الشيء ده شائع بطريقة فظيعة في مجال حتى في طب الأطفال. اليوم انت ولدك مرض ومشيتي مثلا انت اخذتك جاتك في البيت وولدك كان مرضان قبل يوم جات يومين شال مرضان وجات شيفا وهي كل ولدها جات بي حاس لا لا ولدي كل شال الدواء ده عديل انطلي ولدك. الشيء ده كله منتشر وده خطر، لان شنو الدواء ده لازم يعطى تحت اشراف دكتور، بعد تحت اشراف الدكتور الصيدلي البوصف الدواء ينطيك الارشادات الاوليه مشان تشيل الدواء ده. لكن احنا في ثقافتنا العامه الشيء ده ما محبوب، يعني لما تمشي للصيدلي بتحس نفسك حتى لو انطاك نصيحه انت ما متقبلها، لكن لازم تسمع النصيحه من الدكتور اللي انطاك الدواء ومن الصيدلي بصف لك الدواء. دكتوره هسه مثلا كان انا مريض مثلا حسيت بحراره وشيل البارستامول وخلاص الحراره نزلت اكيد دواء لا لو نزلت مده والمتر شلت البارستامول الحراره نزلت مده 24 ساعه ده خلاص، لكن ام باكر كل الحراره جت شلت البارستامول بعد بكره كلش الحراره وتنزل وتزيد ده وبترجع بالتان ده لا الا تمشي للدكتور، لانه ما بيكون في مرض موجود البارستامول بيشد بيسكن لك الالم فقط او البارستامول هو دواء مسكن الالم وخافض الحراره. لما انت بتكال بعض الاحيان ده لما انت المرض تخفض ده بالمسكن الالم ده المرض بتفاقم في الجسم اكثر. طيب يعني ها طيب دكتوره هسه كان نايم بسمعك بحجه بس ما وقتنا بقول بيسوي شنو يعني عادي بيسوي ايوه بيسوي شنو بيسوي شنو المرض الدواء اول شيء بيأثر على عضوين اساسيين في الجسم هم الكبد والكلى، والعضوين الاساسيين الكبد والكلى ما عندهم اي بديل وما عندهم اي تعويض. لما انت بتاثر الدواء لما بيأثر على العضوين ده المشاء الدم بيكون ملوث، لما بيكون الدم ملوث على الجسم كله تعبان. ان احنا الارشاد ده يعني انت هسه لو تقري اي نشره داخليه لاي دواء في داخل ده تلقى من ضمن الاشياء ده بيقول لك مريض الكلى ومريض الكبد، ما اقول لك مثلا نادم عنده حراره او عنده امراض اخرى بقول لك مريض الكبد والكلى ياخذ تحت اشراف دكتور. ليش؟ لان الدواء بتصرف عن طريق الكلى وبتغير بصبح ماده فعاله بعض الاحيان عن طريق الكبد، فالعضوين دول ده اكثر من عضوين بتاثروا بالدواء، فلو انت شلت الدواء من في غير محله بياثر على العضوين دول. طيب دكتور الان في فتره مثلا الان الشتاء الشتاء اكيد النزلات والزكام منتشر بشده، الان نمشي الدكان وناخذ لي مزاجريب او بس ايوه كده وده الطريقه العشوائيه الاكثر. يعني احنا اليوم نتكلم من خلال منبرك ده الدواء مفروض الانسان ياخذه من صيدليه. الصيدليه في جهه فيها نوعين، الصيدليه لو انت مشيت اللبتان والمستشفى وانت مريض سواء انت او طفلك او شخص اخر كله في الصيدليه في المستشفى بتشيل منها دواء ده بيكون الدواء ده بيكون امن. والصيدليه الخارجيه لكن البائع المتجول، يعني هسه احنا عندنا ظاهره في جهه البائع المتجول يمر من قدام بيتك تشيل منه دواء ده غلط. البائع المتجول دوايا طريقه تخزينه انت ما بتعرفه وهي طريقه سيئه، طريقه الدواء صلاحيته المكتوبه في الغلاف بعض الاحيان في كثير ما بتكون حقيقيه. فاحنا كصيادله نتمنى من خلال المنابر الاعلاميه او السوشيال ميديا نقول للمواطن التشادي وللمريض التشادي صحتك في خطر لما تتعرض
تتعرض لأدوية من مصادر غير معروفة، المصادر المعروفة إلا الصيدلية، سواء كانت صيدلية خارجية أو صيدلية في صيدلية في المستشفى. دكتورة أكيد هناك أسباب عشان تمشي لنا يستخدم الأدوية العشوائية دي. صحيح. أكيد المجتمع التشادي نسبة كثيرة ما يقدر الشيء المادي اللي يمشي فوق الصيدلية شيء صحيح. أيوة، فكيف نتعامل مع نتعامل مع الحالة دي؟ طيب الكلام اللي أنت قلته ده نعم. مع الوضع الاقتصادي للمواطن التشادي هو شيء معروف، ما نقدر بتاني نزود عليه. أيوة. لكن المريض التشادي لو مشى للمستشفيات الكبيرة في الجمينة، سواء مستشفى الأم والطفل، سواء أوبيتال شنوا، مستشفى تشاتشين أو مستشفى سنترال، في صيدلية، الصيدلية دي داخلها في أدوية بأسعار جدا مناسبة جدا نعم. مناسبة نعم. بعض الأحيان أنت الوصفة الطبية اللي بنطيها لك الدكتور لو فوق 4 دواء كلها، الثلاث أدوية أو الدوائين تلقاهم الاثنين بتشتريهم خارجيا، فأنت لما حتى بتخسر في المستشفى حتى لو كان ظرفك صعب كله، أفضل من لما تمشي تشيله من دكتور شكو أو دكتور جيم أو مثلا الباعي المتجول مهما كانت صيغته من مكان ما تعرفه بينطيك ضرر. بعض الأحيان بدل ما تخسر مثلا 2000 تدخل في ملايين، تدخل في أمراض مستعصية. نحن اليوم يومنا في جهات نعانوا من أمراض الكلى، ولو لاحظت حسنا في جهات عندنا مشكلة طفل صغير يقول لك عنده مشكلة، عندي التهابات في البول مثلا حاشا أضانكو. ليش؟ لأن الأطفال بعض الأحيان الأمراض بنطوهم أدوية عشوائية، مشيت اللي أخذك الفلان يدوها عديل الدواء، وفي معلومة ننطيها للأمهات الأنتيبيوتيك والدواء الخافض الحرارة انفتح قعد أسبوع ما كمل خلاص خلي، لأن بيئة شات إحنا جاية درجة حرارتنا مرتفعة، فالدواء ده بيتفاعل مع الجو فبيتلف. لا الأم قد تقولك نحطه في التلاجة، حتى حطه في التلاجة كلها الميكروب في التلاجة موجود، فخلاص الدواء بيتفاعل مع البيئة المحيطة بيها فبيتلف. فالمعلومات دي كلها من الضروري للأم نتراعيها. الدواء شلتي استخدمت الفترة الزمنية المكتوبة مدة أسبوع، حتى لو فضل خلاص ترمي ثلاثة مثلا 3 أيام أو 4 أيام نديه لجارتي ما إن جارتي لا ما يبقى. والدواء للشخص الواحد بس، ما لشخصين أو ثلاثة، إلا مثلا زي خافض الحرارة تقدر تنطيلي تجيبي في البيت، يكون احتياط للأطفال كي، لأن البيوت تعرف عندنا أطفال ما شاء الله في البيوت دائما في رحمة يعني في مجتمعنا التشادي. لكن المضادات الحيوية دائما لازم يكون فوق حذر، لأن الجرعة هي المضاد الحيوي والعبوة بتكون مهيئة لاستخدام الطفل الواحد بس. وفي مثلا طفل صغير عنده كم شهر أمطو دواء نفع أخوه الكبير منه؟ أخوه الكبير يشيله كثير موجود، وده غلط. ليش؟ لأن أي المرض متخصص في حالة الشخص الواحد. هسه بعض الأحيان ده مثلا أنت جارك مشى حس بمرض وسافر، يعني أنا كم مرة سمعت به شيء ده سافر وجاء خلاص وبيبقى دكتور للعيلة. ليش؟ إن أنا سافر وعندي مثل ده فلان، هاي تقول مرضك مثل مرضي، أنا مشيت هناك أنطوني الدواء ده، خلي ولدك دعوة ليا ولا بنتك ولا أخوك ولا شنو، خليه يجيب لك الدواء ده نفع معي، خليه يجيب لك من مصر أو يجيب لك من تركيا أو يجيب لك من فرنسا، ورغم إن ده مرضك صح نفس الأعراض لكن في تفصيلة أو اثنين ده بتشخص مرض من شخص لآخر، والشيء ده ما يقدر يعرفه إلا الدكتور. الصيدلي كلها في ناس بيقول لك نمشي للصيدلاني، الصيدلاني الانسان لازم اي المهنة الطاقم الطبي ده اي فرد فوق اي عضو فوق كلها عندها مكانته العمليه اللي او عمل اللي بيعرفه بأدي. الصيدلي يقدر ينطيك ادويه معينه من دون وصفه طبيه لفتره زمنيه 3 ايام، يقدر يشيف مرضك يقول لك لا حالتك دي كذا امشي للدكتور الفلاني. يعني احنا في شات كمان عندنا خلبطه في التخصصات. نعم. يعني مثلا تقول انا راسي بوجعني امشي لياتو، يدي بتوجعني امشي لياتو، بعض الاحيان الاعراض دي كلها متمكنه، ده في مرض واحد بس في المعدة كثير، يعني للمعدة وهسه أمراض المعدة أو الجهاز الهضمي دي إحنا في جهات نعاني منها كثير، لكن بتنطيك أعراض كثيرة. فإنت لما تمشي للصيدلة الصيدلة يوجهك للدكتور المختص، أمشي للشخص اللي للدكتور كدكتور مثلا عظام، لدكتور عيون، لدكتور قلب، مشان يسهل عليك الوقت. لكن ما يقدر ينطيك قرار تشيل الدواء الفلاني إلا الأدوية المعينة، والأدوية دي ما تتعدى مسكنات الألم وخافضات الحرارة فقط. مسكنات الألم يكون واضحين، مسكنات الألم الغير مخدرة، يعني هسه إحنا في جهات كمان مسكنات الألم لها أنواع، في غير مخدرة وفي مخدرة. المخدرة دي لا توصل إلا تحت إشراف دكتور، وهي مثل من ضمن الأشياء المعروفة الترامادول. الترامادول من ضمن الأشياء اللي إحنا نستخدمها، يعني مثلا أنت عندك ألم فظيع ده تقول نمشي نشيله بريحني، لا الشيء ده ياخد تحت إشراف دكتور، تاخد مسكنات الألم الغير مخدرة المتمثلة في البراستامول، البروفين، الفولترين، وليهم شركات كثيرة، ده ما عنده مشكلة. طيب شنو الأدوية البسيطة اللي ممكن نقدر نتناولها ما بتسبب خطورة؟ ما بتسبب شيء، ده أكتر شيء ممكن تتناول ما يسبب بصفة عامة في جهة البرستامول. البرستامول لو الشخص مثلا هو سليم وهو البرستامول يعتبر خافض الحرارة ومخفف الألم. الفولترين كمان تقدر تستخدم، لكن الفولترين عنده مشكلة إنه بسبب جاستريك، فنحن وتعرف في طبيعة مجتمعنا التشادي الأكل شوية دسم، فخلاص لأن منعانوا يعني من الحموضة، فلما تأخذ الفولترين بيزيد من الأشياء. لكن أكتر شيء مناسب للبيئة التشادية هو البرستامول، لكن تشيلي لتخفيض الأمل لتخفيض الحرارة وتسكين الألم لمدة لا تعدى 3 أيام، لاستمرت الأعراض لازم تروح للدكتور. دكتورة أكيد ما كل الناس في الصيدلانية صيدلانين يعني. لا ده صحيح.
انت ما قلت له صح. فكيف نتعامل مع الاشياء دي؟ تمشي تتعامل ما هو توا الكلام ده بيرجع الصيدلي اللي بيقول الصيدليه اللي بيكون فوقها صيدلاني شاطر بتكون محبوبه اصلا. يعني دي المهنه اللي انت تكتسبها شهرتك بتكتسبها من الناس، ما تقدر تسويها من نفسك. يعني لو انت ما دخلت صيدليه لقيت الدكتور جيت انطيت الوصفه انطاك دواء ووصف لك كويس، تعرفي حتقعد في راسك لا فلان ده الصيدليه دي يوم مشيت لهم ده انطوري الدواء كتب لي تشيل كذا كذا الدواء ده ينفع كذا كذا خلاص. طبيعيا انت كمواطن وكانسان متحرك بتمشي لل لل, لل في حيك ده بتعرف الصيدليه دي فوقها دكتور عادي صيدلاني عديل. انا بنقول نحب دكتور صيدلاني عديل تقدر تتعامل معايا. معلومات مفيدة جدا إن شاء الله يستجيبوا خاصة الأمهات ما يشيلوا دواء عشوائي. أيوة الدواء العشوائي بالذات من ناحية الأمهات وكبار السن، حتى أمهاتنا الكبار كلها رسالة لهم ما يعني في حوادث كثيرة تحصل ده بالذات في مسألة العيون. يعني مثلا أنت جيتي فلانة أنا عيوني دي عندها غباشة خلاص أو نحس بشغل شلتي دواء أو شلتي قطرة عين خلاص تجي أخذك من الدار قعدت معاكي دلالة شيلي دي نفعت معي لا ده غلط لأن العين عضو حساس الأذن عضو حساس في مثلا أشياء الحساسة دي ما محتاجة للعب يعني ما محتاج أن تهزر فوقها الدواء بالذات العين والأذن دائما ننصح والأنف الأشياء دي تأخذ القطرة دي تأخذ تحت إشراف دكتور غير دكتور ما تقدر. الله يجيب الصحة والعافية إن شاء الله. بارك الله فيك أبناء الوطن كلنا يا رب ما قصرت جزاك الله خير إن شاء الله الله يساعدنا جميعا يا رب العالمين بارك الله فيك.